سلام سلام عليك السلام، يا أرض الكنانة يا مهد الحضارة وأصل العراقة. سلام سلام إليك السلام، أيتها السمراء يا منبع الشعراء والمفكرين العظماء. سلام سلام مني السلام، حتى يعم علينا الأمن والأمان، لنحيا ونعيش بفرح وسلام. صباح الزهور وزقزقة الطيور، صباح الأمل، صباح العبير ورائحة الياسمين. صباح الخير مرفت، صباح زميلتي وصديقتي، صديقتي العزيزة عبير، أهلا بكم في فقرة مواهب. صباح الخير، صباح النور، حضرتكم بيكم. أهلا وسهلا، أهلا بيكم، أهلا بكم في فقرة مواهب من قناة الصحة والجمال، هي دي مصر. معنا الأستاذة نشوى فارس، موهبة شعرية، ممكن تعرفينا بحضرتك؟ نشوى فارس، أنا بالنسبة للموهبة الشعر، هي بدأت معايا من الصغر يعني، واستمرت معايا سنين يعني لحد دلوقتي. فبكتب شعر بالشعر، سواء في الفصحى شعر عامية او شعر الاغاني او قصائد غنائية، وفي كمان برضو تأليف الروايات والقصص القصيرة. طب ممكن تسمعينا حاجة؟ طيب اوكي، انا معايا كده قصيدة، يعني هي طبعا حاولت انها تكون يعني بتبعث عن التفاؤل، وبتبعث عن ان بتكلم عن الاحلام. هي اسمها احلم. شيء غزل يعني، غزل. احلم، احلم بحضن، احلم بقلب وبيت وحبيب، احلم بشوق، احلم بحب وفرح قريب، احلم بسفينة ساعد غروب، احلم بشمسك تشق الغيب، احلم بليل وسهر وحبيب، احلم بنهار ونور ما يغيب، احلم بحياة منين ما تكون، احلم وبحلمك ملكت الكون، وضع احزانك اشفي الامك، ضم حياتك بقلب حنون، املك بحنانك قلوب وعيون، وبأعلى صوتك شق السكون، احلم وافرح عيش بجنون، تلقى حياتك لون ورا لون. احلم بذكرى، احلم بفكرة، احلم ببكرة حلمك يدوم، شد الحيل يلا وقوم، ما تقولش مغلوب او مظلوم، مهما تكون صعبة احلامك، كمل في طريقك ابعد اوهامك، حاول كافح افرح عيش، مهما تعبت راحتك جيالك، لو جرحك شوك بين ورد زمانك، داوي جرحك في عيون أحبابك، وساعة ما تحقق كل أحلامك تلقى الدنيا قدامك وبين أحضانك. جميل. ولا تنساش تحلم بحضن وقلب وبيت وحبيب، ولا تنساش تحلم بشوق وحب وفرح قريب. برافو عليك نشوى، برافو عليك، كلام جميل، ونتمنى تقدمي الأحسن والأحسن. ميرسي، ربنا يخليك. معنا بقى محمود حميدة، كان معنا في الحلقة السابقة، عرفنا بنفسه وقال بدايته. النهاردة عايزين نسمع منك حاجة شعرية كده جميلة لطيفة إن شاء الله. ماشي، نسمع قصيدة أنت العيد. فاكرة دجاج قلبي اللي كنتي بتحطي خدك على صدري عشان تسمعيها، هي ما اتغيرتش بس أنت اللي نسيتيها، وكل اللي عاشوا في قلبي رحلوا كانوا سكان الا انتي، مالك يا قلبي وانا بدفع حب ليكي ايجار. انتي ايه؟ انتي انسيه ولا جنيه؟ انتي ملاك ولا انتي حوريه من الجنه؟ انتي جيتي الدنيا زينا كده عادي ولا انتي نازله من السما؟ بس انتي لما جيتي انا كنت مستنيكي، يا ترى انتي ايه؟ انتي سبب الضحكه والفرح، ولا انتي سبب الحيرة والحزن اللي في قلبي اللي اتجرح؟ ولا انتي اصلا شبح ملكيش وجود غير في خيالي اللي سرح؟ انتي ام ابتسامة تشبه ضوء القمر، وضحكة بتنور كون، وتعدي على بلد
عايش فيها ولد عاشق ضوء القمر، وفي بعدي عنك وفي بعدي عنك كل معاصي وذنوب، واول ما ببص في عينيكي بتوب. انت العيد اللي عشت اشوفه وملمسهوش، انت الفرحه اللي جيتي مليتي كل الوشوش. حلو حلوه محمود، جميله جدا، كلمات فوق المستوى صراحه. شكرا لك. ممكن بقى عندك حاجه تسمعها لنا تاني يا مدام استاذه نشوى؟ شيء نثر اذا اوكي. في حاجه هي بتتكلم عن كل واحد طبعا يعني كتير قوي بيقعد مع نفسه، بيبحث يعني بيتكلم مع نفسه، بيبحث في ذاته، فهي بتتكلم عن البحث في الذات، يعني بتتكلم قصيده بعنوان بس لو سمحتي في معنى تليفون. تفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا، اهلا بك. احنا بنتكلم عندنا في مشكله في القريه عندنا. نعم، معك محمد. تفضل استاذ محمد. احنا عندنا مشكله في القريه عندنا. مشكله فين بس؟ في مش القريه، في القريه عندنا. نعم، قولوا احكي عن تفضل تفضل على الهواء انت. بالنسبه احنا عندنا العدد القريه 50,000 نسمه، فعندنا ما فيش الا مخبز واحد في القريه، فالحصه بتاعته ما بتكفيش، وبنحتاج خبز ونطلع نشتري من القرى المجاوره لنا، من المركز زي مركز سمنود والحاجات زي كده. ممكن تعلي صوتك شوي؟ بقول لحضرتك احنا عندنا ازمه في الخبز في القريه عندنا. نيجي نحتاج خبز ما فيش عندنا الا فرن واحد. نعم، فبنحتاج نطلع طبعا يجي 2 3 كيلو نشتري من المركز، عشان ما عندناش مخابز تكفي. فيا ريت يعني يسهلوا الموضوع. صوتك وصل وللمعنيين، يعني انا يعني قلت اللي عندي. ما بعرف هلا ان شاء الله. حضرتك إن شاء الله وصلتنا رساله حضرتك، واحنا ان شاء الله هنحاول نساعدكم على قد ما نقدر، وباذن الله هنحل لكم هذه المشكله. نعم، برعايه البرنامج والرؤساء المقيمين على هذا البرنامج. ممكن تسمعينا شعرك حضرتك؟ هي القصيده بعنوان ابحث في ذاتي. ايوه، ابحث في ذاتي عن ذاتي، أبحث في ذكرياتي عن حياتي، أبحث في أعماقي عن أشواقي، أبحث في حسي عن نفسي، عن رسمي بين أسراري وأوراقي. بحثت كثيرا بين أفكاري، في دفاتري بين أشعاري، عن معنى لوجودي وحلمي، بل أحلامي وطموحاتي. فعزفت على عودي وألمي أوتار وألحان أناتي، فتناثرت أوراقي وكسر قلمي، وما وجدت المعنى لحياتي، ولكن ما عدت أدري، فلم يعد يحتمل صبري، فقد تعبت من الصبر على صبري، وكم مضى منك العمر يا عمري، كم بقى لك أنفاس في صدري. أيا قلب الضعيف المسكين، حائر بين الحنين والأنين، فيمضي بك قطار عمرك، ولم تصل بعد إلى سرك، هل أنت الضاحك الباكي، أم الحزين الشاكي؟ وهل أنا من غرقت في بئرك؟ أم أنت في بئرك؟ أم أنت من وقعت في شباكي؟ فهل يعطف ويصالحك قدرك، فيعفو عني قدري ويخفف عني معاناتي؟ فأنا أعيش بلا ناس، بلا إحساس، بلا حدود، بلا أرض، بلا مرساتي. أيا قلبي، هل تصفح عني وتحرر الأسير فيك حرا يطير؟ أم أنك مزروع بين أضلعي ذلي ومأساتي؟ فهل سأجد الخلاص يوما، أم سأظل للأبد أبحث في ذاتي عن ذاتي؟ جميل جدا يا أستاذة نشوى، شرفتينا ونورتينا في البرنامج. نورك حبيبتي. ممكن تسمعنا حاجة محمود قبل ما نختم الحلقة؟ نسمع حبك صعب. اتفضل. صعب ليه صعب؟ خلي يكون سهل. صعب يعني. حبك صعب أكيد على كل قلوب الناس، مش قلبي بالتحديد. بالنسبة ليهم فهمك صعب، زيك زي الرياضيات بالظبط، بس أنا في الرياضيات كنت مدرس جبر،
يعني وانت معايا مش محتاجة الشرح. هو بيكتبه كأن قلمي في ايده، نفس كلامي ونفس طريقتي، نفس خيالي ونفس الحلم. يمكن شافك بعيون قلبي اللي بشوفك بيها، او يمكن جاي يكمل بعدي مسيرة. حاولت تأثر وتختم. لو يفرق عني في شيء، يمكن عنده طموح اكتر مني، او يمكن عنده ما فيش ناس بتهد في حلمه قبل ما يبني. شاطر يا محمود، برافو عليك يا محمود. كلمات جميله جدا، وتشرفنا بحضراتكم، وان شاء الله ربنا تشرفنا طبعا، يقدرنا نعمل لكم حاجه ونوصلكم لبر الامان. وشكرا لكم اعزائي المشاهدين. شكرا شكرا للجميع. فقره مواهب من قناه الصحه والجمال هي دي مصر، والى اللقاء في حلقات قادمه.